والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن التقوى هي الداعية إلى كل خير والمانعة من كل شر. ونحن الآن في رحاب شهر كريم، شهر البركة، شهر الخير، شهر القرب من الله عز وجل، ونحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة لا مثيل لها من بين العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني لا نظير له من بين العبادات. ومن أهم ثمرات هذه العبادة ومن أهم الغايات التي يبلغها العبد بأدائه لهذه العبادة هو بلوغ درجة المتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي ختام آيات الصيام يقول ربنا سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والمتقون هم أقوام عظموا الله عز وجل في قلوبهم واستشعروا جلاله وهيبته ووقاره فسارعوا إلى فعل الخيرات. يصفهم ربنا عز وجل في كتابه ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المتقون هم أكرم الخلق على الله عز وجل، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل: هل سرت يوما في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال له: ماذا كنت تفعل؟ قال: أشمر ثيابي وأحذر وأجتهد. قال: هذه هي التقوى. وحقيقة التقوى كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك هو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يومكم سعيد وصباحكم مصري.